ايه الفرق ما بين العروض اللي احنا بنعملها والعروض الثانيه اللي كنا بنشوفها سواء في القومي او في الطليعه او في مسرح السلام؟ وكانت حاله مسرحيه وعرس فني، وكنا بننتظر من 1/9 لغايه 10/9 كل سنه التقاء وعرس فني، ونلتقي مع مجموعه اصدقاء وبنتعرف على لغات مختلفه كبيره جدا من الفن. في التطبيق ده ما كانش واحد مننا بيدرك ايه هي التقنيات وايه هو التطور. كنا بنشوف حاجات، يعني واحد بيمثل وكل مسرح كله مليان درايب، مش حاجه بيعملها خالص، حد تاني جاي سلم وبشكل رضاها وبيتعامل معاه، مجموعه جايبين حاجات بتنور بسيطه جدا وبيشتغلوا. فكنا هل ده تكريم؟ هل ده مسرح؟ هل ده لغه؟ طب ايه الموضوع؟ ابتدى الموضوع يتطور، ابتدينا نمسك في الموضوع ده بشكل فظيع جدا، وابتدت المساله تتطور لغايه سنه 2011، بعدين تتوقف، بدانا من 2016 لغايه وقتنا الحالي. المحاور اللي اتكلم عليها الدكتور جمال وفكره ان المهرجان التجريبي السنه اللي فاتت والسنه دي اختلف اختلاف من وجهه نظر البسيطه كلي وجزئي، ان يحدث المهرجان التجريبي وليس قاصر على القاهره، وكان الهدف الاساسي ان هو ينتشر في كل ربوع مصر في نفس التوقيت اللي هو من 1/9 لغايه 8/9. بالاضافه بقى للرسائل والحاجات اللي اتكلموا عليها بشكل واضح، لكن نرجع للنقطه المهمه جدا وهي العروض القصيره. قدر ليا الحظ ان انا اكون في لجنه التحكيم في اول دوره وهي مهرجان المخرج المؤلف اللي كانت موجوده في اسكندريه. حصلت حاجه جميله جدا واستفزتني بشكل رائع، انه مجموعه الطلبه اللي كانوا موجودين هناك سواء اللي موجودين في اسكندريه او اللي كانوا موجودين في اعلام مصر او اللي موجودين في المعهد، ان في خلال ربع ساعه بتتفرج على 8 عروض بالتوالي، يعني كل عرض ربع ساعه ثلث ساعه، لكن كانت في حاله غريبه جدا ان المجموعه كلها على مستوى التمثيل وعلى مستوى الاخراج وعلى مستوى التاليف على مستوى التغيير ما بين النص والنص على مستوى الفكر على مستوى السينوجرافيا، شفت ان في الولاد عندهم صدق رهيب جدا وعندهم رؤيه مستقبليه وعندهم تطور، وابتدوا كمان ان هم يستخدموا كل التقنيات وكل التكنولوجيا اللي موجوده في حدود امكانياتهم في هذه العروض القصيره. اتناقشت مع دكتور جمال وقدر لينا انه ازاي هذه المجموعه بكل الاماكن اللي موجوده في مصر على مستوى المسارح انه ما يخرجش دوت ويبقى بشكل رسمي وليس شكل قاصر على اكاديميه او